إخواني الأعزاء في قناة التجمع الدولي لطيور زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء خريفية باردة بعض الشيء، البارحة وصلت درجة الحرارة صفر، بس اليوم شمس، رغم ذلك باردة. حبيت أطلع لأن الشمس جو حلو، وهاي أجواء زينة تساعد الرئتين، خاصة اللي عنده ربو مثلي. طلعنا أنا وياسمين، نفس سفرات قبل لكن سنبل الله يذكره بالخير كان يستعمل جناحه هواي. ياسمين بس تمشي تخطي، إذا ابتعدت شوية تطير وتجي. تعي تعالي، لا تروحين للجيران، تلياه يجيبك، يمكن ماكو أحد. تروحين الغابة؟ ياسمين تعالي تروحين، هاي ببرد، باردة اليوم. تعالي هدوء كلش، ماكو لا طيور لا شيء لأن جو بارد. أعتقد كلها هاجرت الطيور. جسمها بارد. مشينا هواي بس تفاجأت الغابة بيها ناس هواي يركضون، ما حبيت أصور خاف ينزعجون ولا شيء. وأكيد جاع هذا ذكر الحمام، أكيد هسه جوعان. تعال تغدى، تعال تعال هاك، عطيه صار جوعان. ناس سمانات، قل البيض مالهم، كنت يومية 10 بيضات أو أكثر، أخذ هسه يومية 5 بيضات لأن الجو بارد، النهار قصير صار، بالشتاء يقطعون البيض. السمان الحلو بيه ما ياخذ مكان كبير، هذا القفص يعني تقريبا متر طوله أو متر وشوية، والعرض ماله 50 سنتيمتر، أقدر أخلي بيه 25 وحدة، والبيض ما شاء الله بركة. أنا أكل من عنده، وهم الطيور يحبون بيض السمان، أصح لهم من بيض السوق، لا خربان ولا شيء. السلام عليكم كيتي، السلام عليكم حبيبي. نا دائما احصل اسئله يقولون عندي ببغاء اليف بس ما يقبل امسح عليه، وللمعلومه مو كل الطيور تقبل تمسح عليهم، دائما نقولها اكو اليف بس ما يقبل. عندي كيتي من كان الوحده امسح عليه، من خليته ويا باقين ما يقبل امسح او اجيسه، يعوضون الطيور المسحون عليه، وحتى لو كان الوحده ما يقبل. أنا مرة ربيت باجي، ربيت صغير اللي هو طير الحب، وكبر وذكر هو بس ما يقبل أمسح عليه. تعال كيتي، تعال حاجيك جاي نسولف، وين رحت؟ تعال كيتي، يعرف اسمه رأسا يجي من يصيح له حبيبي، بوسة بوسة. الطيور الأليفة شوي صعبة بالتزاوج. هذا كيتي هجرته 6 أشهر، عفته وبس ابني يطي اكل ويوخر عنه، يشوف من بعيد
يلا قبل يتزوج وحصلت من عدة العام 4 فراخ. بيتي أعتقد يريدون أكل.
Thank you.